طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع يمن مونيتور: الحكومة الألمانية تعترف باستخدام طائرات ألمانية عسكرية بحرب اليمن. الفاينانشال تايمز: تتساءل عن مصير الاحتجاجات الجزائرية بعد تنحي الرئيس بوتفليقة، هل سينجح الربيع الجزائري؟ ومن موقع بي بي سي: تتحدث عن أول صور الظاهرة الكونية الثقب الأسود تكشف دقة خيال هوليود. أهلا بكم. تفاجأ أبناء وادي حضرموت بوصول جنود وآليات ومعدات عسكرية تدخل مدينة سيئون منذ مطلع الأسبوع الجاري وسط تكتم إعلامي من الجهات الرسمية، كما يصف الموقع بوست، حيث يقول: أخبار متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي تفيد بأنها ترتيبات لاستضافة المدينة جلسة لمجلس النواب بعد انقطاع 4 أعوام بسبب الحرب. نشطاء استغربوا اختيار سيئون التي تشهد ومناطق بوادي حضرموت اغتيالات لمدنيين وعسكريين خلال السنوات 3 الماضية، ولكن لماذا اختارت الشرعية مدينة سيئون لانعقاد جلسات البرلمان؟ يعتقد الصحفي عارف بمؤمن أن اختيار مدينة سيئون جاء نتيجة لعدة عوامل أمنية وفنية ولوجستية فضلا عن اعتبارات سياسية. وأشار بمؤمن في حديثه لموقع بوست إلى أن في مقدمة تلك العوامل الجانب الأمني أن سيئون واحدة من المدن القليلة التي لم تصلها شرارة الحرب ولم تتأثر بإفرازاتها وتداعياتها، وبقيت مؤسسات الدولة تمارس مهامها طيلة 4 سنوات الماضية بكل هدوء. وبخصوص ما يحدث من اغتيالات هنا وهناك، لفت بمؤمن أن دوافعها تكاد تكون معروفة، سواء كانت سياسية أو مشكلات قبلية أو تصفيات لمجموعات تهريب وغيره. ومن بين العوامل التي يرى بمؤمن أنها رشحت اختيار سيئون لجلسة مجلس النواب تماسك السلطة المحلية ومؤسسات الدولة الفاعلة وقربها من قيادة الشرعية، مما جعلها محطة ثقة القيادة السياسية، وهو ما لم يتوفر في مدن أخرى. ذكر تقرير صحفي مشترك أجرته محطتا NDR و WDR وصحيفة زود تشيه ستاديونغ الألمانية، ونقله موقع يمن مونيتور، أن الحكومة الألمانية اعترفت في جلسة سرية خاصة للجنة العلاقات الخارجية في ألمانيا أو في البرلمان الألماني بأنها تمتلك معلومات استخباراتية تؤكد استخدام طائرات ألمانية عسكرية في الحرب باليمن. الحكومة الألمانية لم تعلق رسميا على الموضوع، لكنها تتحدث بشكل أساسي فقط أمام اللجان المختصة والسرية في البرلمان الألماني. وأنكرت الحكومة الألمانية مرارا أي معرفة بالأسلحة والتكنولوجيا الألمانية المستخدمة في اليمن. ومؤخرا صرح وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير لموقع دي دبليو أنه ليس على علم بالأسلحة المصدرة من ألمانيا في النزاع اليمني، وأوضح قائلا: لم أسمع بأي أخبار عن هذا الأمر حتى الآن. وبعد خلاف استمر لأسابيع حول تمديد تعليق تصدير أسلحة للسعودية، توصلت الحكومة إلى حل وسط، وأعلن المتحدث باسم الحكومة ستيفن زيبريت أن بلاده مددت حظرها لصادرات الأسلحة ذات الإنتاج الألماني البحت إلى السعودية ل6 أشهر أخرى. يتذكر السياسي اليمني المعروف ياسين سعيد نعمان واحدة من الزيارات التي قام بها إلى صعدة وكيف يتعامل الحوثيون مع اليمنيين، وقال نعمان في مقال تنشره بلقيس: أثناء زيارتنا لصعدة عام 2012 ضمن وفد التحضير لمؤتمر الحوار الوطني، وكنا قد انتقلنا من مبنى إلى مبنى حتى استقر بنا الحال في رابع مبنى من المباني المخصصة لانتظار اللقاء بالسيد. جلس إلى جواري شاب في مقتبل العمر عرفني باسمه، وكان يوم ذاك الاسم الذي برز على صعيد إعلام المجموعة كمتحدث بارز قبل أن تبتلع لسانه مع رفاقه عمليات تهريب النفط والمتاجرة بالمشتقات النفطية والمساعدات الإنسانية والصفقات السرية وبيع المعلومات. سألته وقد طال انتظارنا لملاقاة السيد: أين نحن الآن؟ تبسم وقال: أنا نفسي لا أعرف، ولكن قد يطل علينا السيد في أي لحظة وبدون أي مقدمات.
السيد رجل متواضع لا يأنف أن يحل في مثل هذه الأماكن العامة عندما تستدعي الضرورة. لم أعلق على كلامه، فقد اعتبرته فذلكة لا تستحق التعليق. قلت له: أنت حديث الالتحاق بالجماعة؟ قال: لا، نحن أصل الجماعة، ولا يوجد من تجرع القمع مثل والدي الذي نهبوا مسكنه وصادروا كتبه. وتبع قائلا: لا أحقر من مصادرة مساكن الناس. كان هذا من العوامل التي أوغرت قلوبنا بالحقد. ظل والدي يحكي لنا كيف صادر الحقراء مسكنه وعبثوا بمحتوياته كلما أراد أن يحرضنا على عدم النسيان. كنت أحرك رأسي بالموافقة على حقارة مصادرة المساكن الشخصية للناس. كان يتحدث عن الحقارة ويلوكها كقطعة حلوى باللوز، ثم جاء الوقت ليمارس هؤلاء تلك الحقارة في أبشع صورها، ليعرف الناس أن من تربى على الكراهية لا يجيده غير الأفعال الحقيرة. تتسع رقعة معاناة القاطنين في محافظة تعز يوما بعد آخر، كما ذكر موقع الأيام، خاصة بعد انتشار عدة أمراض فيها على رأسها الكوليرا وحمى الضنك، اللذان يهددان الكثير من المرضى بالوفاة ما لم تتضافر الجهود لوضع حد لانتشارهما. إحصائية أخيرة من مستشفيات المدينة والريف في المحافظة تحصلت عليها الأيام من غرفة عمليات المحافظة أظهرت أن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالوباء وصلت إلى 7640 حالة خلال شهر مارس الماضي وأبريل الجاري، فيما بلغ عدد الحالات المؤكدة بالفحص الزراعي لمرضى الكوليرا 413 حالة حسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة، و30 حالة وفاة موزعة على المديريات. مدير مكتب الصحة العامة والسكان في المحافظة الدكتور عبد الرحيم السامعي قال إن الجائحة المرضية أكبر من إمكانية القطاع الصحي الذي يتعرض ومعه المحافظة إلى حصار وحرب للسنوات الأربع الماضية. وأوضح السامعي في تصريح للأيام أن ثلاث مراكز علاجية تعمل فقط في الوقت الحالي في كل من مستشفى خليفة بمدينة التربة والمستشفى الجمهوري داخل المدينة ومركز في مديرية المصراخ. موقع المصدر أونلاين تحدث عن تحسن للريال اليمني أمام العملات الأخرى، حيث أعلن البنك المركزي اليمني خفضا رسميا جديدا لقيمة العملة المحلية أمام العملة الأمريكية، وقال إنه اعتمد سعر صرف جديد للواردات عند 495 ريال للدولار بدلا من سعر الصرف السابق البالغ 440 ريال. وأكد البنك المركزي للتجار ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات بأن البنك المركزي سيقوم بتغطية كافة العمليات الأجنبية لأغراض الاستيراد وبأقل سعر سجل في السوق وفي حساباتهم في البنوك المعتمدة. كما سيقوم البنك المركزي بتغذية أرصدة البنوك المعتمدة والمشتركة لدى مراسليهم بالخارج وفور إجراء عملية المصارفة في حسابات العميل وحسابات البنك المركزي. وقال البنك أيضا إنه يسعى إلى تأمين احتياجات التجار والمستوردين عن طريق إعادة الدورة المالية للبنوك وتجفيف مصادر الأموال للمضاربين بالعملة في الأسواق السوداء. لماذا انكسر النظام العربي؟ تساءل أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق الغبرة في مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي مضيفا: حب المال والسعي لاقتنائه وتسليم الأقارب والأبناء والزوجات بأي ثمن في ظل تسليع السياسة والإدارة وتحويل الاقتصاد الوطني لاقتصاد شخصي ورعاية الفساد وعدم احترام الشعوب والكرامة الإنسانية دمر العالم العربي. بعض العرب يسعى للتحالف مع ترامب ومع إسرائيل لينقذ وضعاً يصعب إنقاذه، وبعض العرب يؤقلم سياساته لتتجانس مع السياسة الإسرائيلية في العداء لإيران على أمل أن يكون ذلك إنقاذاً لوضع عربي يزداد انهياراً، وبعض العرب تورط في حروب ونزاعات. الملاحظ في الوضع العربي الجديد أنه يتحالف مع الخارج على حساب الداخل، لكن أليس ذلك تعبيراً عن العجز؟ فعند المقارنة بين أحداث 1973 وبين اليوم نكتشف وضعاً عربياً فشل في التعامل مع المستجدات، فانتهى به الأمر رافضاً لكل حراك شعبي وأطروحة نقدية. إن عدم المقدرة على بناء حالة تحالف مع الشعوب وعدم المقدرة على الانحناء لإرادتها يمثل أكبر معضلة للنظام العربي. لقد أطلق الحراك الجزائري كما والسوداني طاقات حبيسة جديدة، تلك حركات مرشحة لأن تزداد عمقاً ومرشحة للتحول لنموذج في مجتمعات عربية أخرى.
الأفضل للنظام العربي عدم السعي لإفساد الحراك الجزائري أو السوداني عبر دعم قوى لا تؤمن بالديمقراطية. إن الانتقال نحو كرامة الإنسان ومساواته بالحقوق واحترام تطلعاته والانحناء للإرادة الشعبية هو جوهر المرحلة في العالم العربي، بل إن نقص الكرامة والعدالة هو الأساس الذي يسهم في تفكك وبؤس الحالة العربية. على النظام العربي أن يمتنع عن البحث عن دكتاتور ووكيل جديد لقوى الخارج على حساب الداخل في كل مكان. لقد تغيرت شعوب العرب وهي ستزداد تغيراً، وما السعي لإبقائها حبيسة النظام السياسي غير المساءل إلا مقدمة لكوارث سياسية جديدة. في الأخبار المنوعة التي تصدرت صحافة اليوم، ما كتبته رولا خلف في صحيفة الفاينانشال تايمز حيث تتساءل عن مصير الاحتجاجات الجزائرية بعد تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتقول: هل سينجح الربيع الجزائري؟ تقول رولا إن تنحي بوتفليقة يمنح فرصة للجزائريين لاختيار مصير مختلف بشرط أن تستلهم الجزائر دروس ماضيها المؤلم ومن فشل تجارب جيرانها مع الربيع العربي. وتضيف أن بوتفليقة كان خيارا سهلا في عام 1999، فقد قدمه الجيش على أنه الرجل الذي سينقذ البلاد من سنوات الدم، إذ توصل إلى اتفاق مع الإسلاميين ينهي العمل المسلح الذي بدأ بعد إلغاء الانتخابات التي فاز بها عام 1991. وبمرور السنوات قوض بوتفليقة سلطة الجيش والمخابرات وعزز نظاما جديدا استشرى فيه الفساد، وبحلول فترته الرابعة أصبح الرئيس بوتفليقة رهينة عند مجموعة مصالح من العسكريين ورجال الأعمال، أصبحت هي تمارس الحكم باسمه، يقودها أخوه سعيد. وستواجه هذه المجموعة الآن مصيرها، ولكن لا دليل على أن ما يأتي سيكون أفضل من الذي مضى. ففي الأيام الأخيرة من حكم بوتفليقة كانت مجموعات المصالح ترتب أمورها لتحتل مواقع القيادة في المرحلة الانتقالية، وترى الكاتبة أن المعارضة بمختلف تياراتها ضعيفة ومنقسمة، كما أن المحتجين ليس لهم قائد ولا زعيم، وعليه لا بد أن تكون المرحلة الانتقالية بيد هيئة لها شرعية تضم المحتجين والطلبة والجيش. يوصي الأطباء بشرب 6 أكواب من الماء على الأقل في اليوم، لكن وبحسب صحيفة البيان الكثيرون لا يصغون إلى هذه النصيحة الثمينة، فيعرضون أنفسهم لمتاعب صحية كبيرة. وبحسب هيئة الصحة العامة في بريطانيا، فإن عدم شرب كمية كافية من المياه يؤدي إلى الشعور بالتعب والدوار، كما يؤثر على مرونة البشرة. أما إذا أردت أن تعرف ما إذا كان جسمك يعاني نقصا في المياه، يكفي أن تقوم باختبار بسيط أجازته مكتبة الطب الوطنية في الولايات المتحدة، وللقيام بهذا الاختبار يكفي أن تقرص الجلد فوق ظهر اليد بالإبهام وسبابة طيلة ثوان، ثم قم بإزالة الإصبعين، وإذا وجدت أن الجلد قد ارتد بسرعة إلى ما كان عليه فذلك يعني أنك تشرب بشكل جيد. أما إذا لم يحصل هذا الأمر واستغرق الأمر بعض الوقت، فالأطباء ينصحونك بأن تشرب حاجتك من الماء. السودان، امرأة تصبح إيقونة التمرد ضد النظام. تحت هذا العنوان كتبت الصحفية لورا أندريو مقالها المنشور في صحيفة لوفيغارو. أصبحت صورة فتاة سودانية رمزاً للاحتجاجات ضد النظام، إنها تشير إلى مشاركة المرأة في مختلف الحركات الاجتماعية التي عبرت البلاد. شابة سودانية تخاطب مجموعة من المتظاهرين رافعة إصبعها وهي منتصبة على سيارة وترتدي سترة بيضاء طويلة. دارت هذه الصورة التي التقطت يوم 8 أبريل في العاصمة السودانية الخرطوم على الشبكات الاجتماعية، وأصبحت الشابة وهي طالبة تدعى آلاء صلاح خلال أيام قليلة رمزاً للثورة التي استمرت أكثر من 3 أشهر. احتج السودانيون في الأصل على ارتفاع سعر الخبز، لكن سرعان ما أصبح نظام عمر البشير الذي يقبع في السلطة منذ 30 عاماً في قلب الاحتجاجات. قتل عشرات الأشخاص وألقي القبض على آلاف آخرين خلال حملات القمع. في هذا السياق برزت هذه الشابة السودانية كأيقونة حقيقية. يظهر مقطع فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي أغانيها التي تمجد الثورة وتدعو إلى سقوط نظام البشير.
تقول آن لوري ماهاي الباحثة المتخصصة في شرق إفريقيا بمعهد البحوث الاستراتيجية: وقفتها، إصبعها المرتفع، سترتها البيضاء، كل شيء يعتبر رمزاً في هذه الصورة. يذكرنا ثوبها بالزي الذي كانت ترتديه النساء في الحركات الشعبية في عامي 1964 و1985 احتجاجاً على الدكتاتوريات العسكرية السابقة. قورنت هذه الشابة أيضاً بالكنداكة ملكة مملكة كوش النوبية التي حكمت السودان منذ آلاف السنين. بنت ملكات الكنداكة العشرات من الأهرامات شمال الخرطوم. وتقول الباحثة آن لوري: غالباً ما ننسى أن السودان له ماض قديم غني تماماً مثل مصر، ويرجع الفضل في ذلك التاريخ بوجه خاص إلى تلك الملكات السود. إنها قصة لا يقدرها النظام، وبالتالي يعتبرونها تخريبية، لكن السودانيين فخورون بذلك. في حدث تاريخي حاز على اهتمام عالمي من مختلف سكان الأرض، تمكن علماء فلك كما ذكر موقع شبكة البي بي سي من التقاط أول صورة على الأرض على الإطلاق للثقب الأسود الذي يقع في مجرة بعيدة، وكشفوا عن أن مخرجي السينما الأمريكية هوليود كانوا دقيقين في تصورهم لهذه الظاهرة الكونية. مساحة الثقب الأسود تبلغ 40 مليار كيلومتر، أي 3 ملايين أضعاف حجم الأرض، وقد شبهه العلماء بالوحش. ويبعد الثقب 500 كوادريليون كيلومتر عن الأرض، واشترك في تصويره شبكة من 8 تلسكوبات في جميع أنحاء العالم. البروفيسور الذي اقترح التجربة هينو فالك من جامعة رادبود في هولندا قال للبي بي سي إنه تم العثور على الثقب الأسود في مجرة تسمى M87، وأضاف: ما نراه أكبر من حجم نظامنا الشمسي بأكمله، وتبلغ كتلة الثقب 6.5 مليار ضعف كتلة الشمس، وهو واحد من أثقل الثقوب السوداء التي نعتقد أنها موجودة، إنه موجود وحش مطلق. ويوضح البروفيسور فالك أن الثقب يظهر في الصور كحلقة نار ملتهبة تحيط بفتحة مظلمة دائرة نتجت عن هذه الهالة الساطعة عن سقوط غاز محموم في الفتحة، ويبدو الضوء الصادر عنه أكثر إشراقا من جميع مليارات النجوم الأخرى في المجرة مجتمعة، لذا يمكن رؤيته من مسافة بعيدة من الأرض. حول نفس الموضوع ولكن بالصور، هذه المرة جمعنا لكم أول الصور للظاهرة الكونية الثقب الأسود، والتي تكشف دقة خيال هوليود الذي أصبح يوم أمس حقيقة. علماء ناسا قاموا بربط 8 مراصد عملاقة بمختلف أنحاء العالم، والتقطوا الصور لمدة 5 أيام، لكن تحليلها كلفهم 2 كاملين قبل إعلان النتائج. نتابع الصور. كما نعرض الأحداث من وجهة نظر أخرى ليست للمصورين ولكن للرسامي الكاريكاتير، والذين عبروا بطريقتهم عن مختلف الأحداث. بهذه المجموعة من الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.